أول القول ذكر الله والشياطين نخزيها دق الفنجان بدلها حول المعازيم وسقيها بين سبع جدودي واحنا خذينا
هو أنا أول مرة بحضر جاهل الطبيشات وحقيقة زي ما تفضل معالي أبو محمد وما فيش جاهات بين أبناء العشيرة الواحدة والعائلة الواحدة، المودة والتواصل موجود من زمن بعيد والحمد لله، وطول عمر العشائر الطبيشات بكل أفخاذها متواصلين ومترابطين مع بعض. لكن برضو مناسبة طيبة، هدف منها الإشهار والإعلان عن حال الزواج الجديد ونسب جديد، وما هوش أول نسب، هو نسب مستمر من قديم وإن شاء الله بظل متواصل. ففعلا هذه أول مرة بنشوف العشيرة بتجيب جاهة، لكن الحمد لله إنه الجاهة كلهم من الأهل ومن الأقارب، فرصة طيبة نشوف بعض ونلتقي بهذه مناسبة مفرحة، وهو هدف مقدس والمناسبة مقدسة حث عليها الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم. وأهلا وسهلا بقرايبنا، أحسن طريقة نقول هيك، وبنرحب فيكم وبنقرأ الفاتحة على سنة الله ورسوله. أشوف الزين يغمس
تحل من عيني لعينا اي العريس يا ربي تعينا وتكبر واجبه بين الشيبابا يا ريتني حماما لمرق من تحت يدني او لمرق من تحت يدني والله لا غربي مغرب غربه ما بورابيعي علينا عرسك يا الغالي ومبارك علينا عرسك يا الغالي ومبارك علينا أولينا
رمل الأنباء قمر الحقيقة.